السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نشارك معكم واحد المشروب كيجي منعش ولذيذ بزاف. غنحتاجو فيه جوج حبات ديال التفاح اللي تيكونوا منقيين، حامضه وحده كبيره اللي حتى هي مقشره ومحيدين ليها الزريعه. كنقطعوها بهذا الشكل هذا على شكل دوائر باش كيسهل علينا نحيدو لهذيك الزريعه اللي كتكون لداخل. الا كان الحامض صغير كنديرو جوج حامضات صغار وليتر ديال الماء اللي تيكون بارد مزيان من الثلاجه. في الخلاط الكهربائي درنا التفاح، كنديروا عليه الحامض، كنضيفوا الماء اللي كيكون بارد. هنايا ما كنكثروش من الكميه ديال التفاح باش ما تجيش غالبه على الحامض، كنديروا غير جوج حبات ديال التفاح تيكونوا متوسطين. الا كان صغير بزاف كنديروا حتى ثلاثه. دابا غنطحن كل شيء مزيان. كنطحنوه مزيان، كنصفيوه في هاد الصفايه اللي كتكون رقيقه. دابا كناخدو كنعاودو نردوه للخلاط الكهربائي باش كنعاودو نطحنوه. كنضيفو له السكر والياغورت. بالنسبه للمقادير غادي نضيف ليه شويه من هذاك الماء اللي بقى عندي الا حسينا به خاطر بزاف. صاشي واحد ديال الفاني فيه 7 غرام، وكنضيف 6 معالق كبار ديال السكر سنيده، وعلبه واحده ديال الياغورت بالنكهه ديال البنان الموز او النكهه ديال الفاني اللي كان عندكم. بجوج كيجيو مزيانين، كنديروا واحد منهم و 6 معالق كبار ديال السنيده، وغادي نطحنو. غادي نعاودو نطحنوه مزيان. مباشرة بعد ما كنطحنو كنديرو في القريعات وكنقدموه بالصحة والراحة. كيجي لذيذ بزاف المذاق ديالو، وفي واحد المذاق هائل مميز. كنتمنى انكم تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. ما تنساوش الى عجبكم كيف العاده تخليو ليا جيم، تشتركوا معي في القناه الى كنتو باقي ما مشتركش، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش تعم الفائده، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد.